أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع فراج سوري مقيم في الأردن، يسأل عن الذبيحة للضيف هل هي حلال أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن إكرام الضيف من الأمور الواجبة في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف هذا من الواجبات. إذا كان هذا الضيف من المجتازين في القرى أو في البوادي أو البلاد التي ليس فيها مطاعم، فتضييفه إذا نزل به هذا من الواجبات على المسلم، ولا بأس أن يقدم له ما تيسر من الطعام أو أن يذبح له الذبيحة لإكرامه. هذا من الأمور المستحبة، فتضييفه بالذبح أو بصنعة الطعام أو بتقديم ما تيسر مما يسد حاجة الضيف، هذا أمر واجب. وأما الذبيحة فهذا من المكملات، إن حصل فهو من المكملات، وإن لم يحصل فليس بواجب. نعم.